جزاكم الله خيرا. تسأل المستمعة ألف عين عين عن صلاة الجمعة في البيت وعن عدد ركعاتها، جزاكم الله خيرا. الجمعة لا تصلى في البيت، وليس على المرأة جمعة في بيتها، ولكن إذا حضرت الجمعة في المسجد مع المسلمين أجزأتها عن الظهر. وأما إذا كانت تصلي في بيتها فإنه يجب عليها أن تصلي ظهرا ولا تصلي جمعة. نعم.